أسبوع حرية ده عاو عن كسو قبنقبين دون هدي قال لي راه تاريخ دي سوا وذا قرنينا لحي لباتنك جون وأسو دبال دقنا ما أنتنا كود لوليو أيان دبال دقنا لحي لباتنك جون وهوري أنا أقول إنك سوا أنا إذا كان سوا قيب قلين لكن أنا ما لين آدي أدوين ومعنا بدنا تاريخ ذا كوكا شيء لحي لباتنك جون تاريخ الصومالي وحواي مالتي أقول ريسي وعلى الصومالي أو حورا عيد صومالي لقتها مالي تطبطا مالي تحرية دلدي كروا مالي تاس ومالي تاس ما دام أي مالي تقوه الرئيسي أو محنكور هذا علن كينو يساقو حرعة كلجي أو علن كلاهم لنع كتاقنين محنكور هذا أو هودا السارة كبابضي مالي تحرية دلدي جمهورية ومالي تاس تاريخ داس نوي لاده تاريخ راسي وحي قرار دبا كقدمه اما كحما هذا اما هذا ولي هاجين او باهن وانا كسو دالني هدا وا كسي دالي دونا دي علي رادي انا هلكا كو عقدو غبلده وقوي جمهوريه الفدرالكه الصوماليا او تاريخ راسي ايغا وور لها علنك الصوماليات بلوغا حرتا مركي اوغو ريسي عيد صومالي لغا تاغ اهاين ظروفها اي حالدها مانت جيره ادان وفهمسناي وحا كيناي ما هين دتك الصوماليد اسمعين ما هدتك الصوماليد إني كلا تجين ما ها إن محنكو هذا جبر نمديني يوم محنكو قيمها لين أي وحسمه لكن لباتو أي كانت سياسة كلو عطي أي مانت ظروفها جرا أبوري وحن مر بدل النهار قد واجني ولنا أنكو العلينا سياسة داس كلو عطي إن توسنا ربنا دي الليرة شالي ربيتان يهلو يسربت دتك الصوماليات أي إسربان وسجار ما هذه وجرت ولا لها وقوية أيق ولبا أي محوى أتجناين أي مدن ماذا معاوة أن ودد بلد جنو وأه مالتي كفرتو على كل جت هاجي يوم مالتي مدن ماذا ساس دلادي ما دام اللحية لباتك جون عندهن ومالتي حرية على كقول حرة لتاعي كود الجولاينا وحلنا ومالنتي مدن ماذا أو أي لبدا سقيبوت الصومالي دي لقيبي أي يسوي مادين أو أي مدوبين الجمهوريد أي سمايان سادة دراديت كود الجولاينا وحي قوري أو أستيسان تاي مالنتي مدن ماذا وحاربا مركا إنا ديبقو نغضو لباتذي دعضي دلكن مددي حرية دلقاتي وحي كدن بي وفربدنيت ودريت لكن كو وحنو كبدناي ايان وحي كميت هاي وحي وقوي كدعي وانا وحا الى يا مانتا دور يصدن سنة كدب ولي ان لا تعالينا او ان اولان اي حلوارا كالسوني دي برغا دمتي داوحي غاري كالسوني دا ومد الصومالي دحتي لي انا كسو كبناه دور يصدن سنة سيماري عربنا ورت عبارة ما خبرة أوفي عن ماشى عن كقادرنا وحيت هاي قلبي قدتك الصومالي ذا إلا إيراليو إن أنا داوع لوجي سنين قلبي لأن داوع قلبي لوجي استهاي كسب بوكس شديسو وارت هاي وأنا دبنت هاي سداس دردد سلوغان كيني هاي صومالي هشيسة وحاو أصل كيسة إيا نحر كيسو ياهي واس دقري كرنا واس ديريري كرنا وأوران أسخور فكرنا وحتى واس ديلي كرنا لكن والاقة بسكودة دقرك والاقة بسكودة ديلك والاقة بسكودة وأما والا حيرتا أما والا حقنتا لكن داوع قلبك قار لو مجيد ولا ما أركو دقرك انت كود عيك وجهك كود عيك عنت جبتيه قفكم حانكور هذا حتى عريامي داوع عقار وامغضا والأركيا داوع قلبك قفك قاراه لما أركو سيداس دراديد وسببت اي قدب بدنته إلا داوي ولا حدا أركين بوغا دان أركين مدى يكرتت مدى ويكرتت سيداس دراديد دادك صومال الوح بدن باكرا قاري من نمدا وقوي يكافر بس نوقع ما هلاسنا ولا إسك من نمدا ومدة سوسون قشيد ذكجرا هكلا وينادو
ومدها وقويه كفرت تحت الله ما انتها قويناته لكن انت انه كفرت جوكت لفتين وحان اوباهنا ولي بوغا ديت بدنا نو دمن او انان اس بوغا دينا اوباه لابد بيوش سينت ايا نو تالو دي بيوش سين وا دي بيوش سين تبلشدا مجتمع ان اوهشيو سيداس دردد دولد نمدا هير كيدا كلا دوان هير دولد قبلد له هير محنك قبل له هير دقمله ماشي اغوار سيسو حد انا قانو هير دقمه قاب اسميت كحكمك يطلدو وا اني وكجرا قيب اما ارغن اما حبن كترسن مامول كاس هوسه او اوحل سارن دي بوشيسينت لأن خلافك وحوك دحدعا مركزته ومدو أي استحمرته أو أي وحس داف صدان خلافك دعيه باري تعبك يا خلافك دعيه حولي يا خلافك دعيه وضد المريا خلافك دعيه عيلك يا خلافك دعيه وحا مجتمع مالاه سوي مادان أو وحا كده حي يالان أردن مادام وحا مجتمعين كده حي إن بضنو كميدة أيريين بيها ير معاكونا بيرها تعب ما أو بيها استان غير maxaan ku yiraahdaa dhulka daaqsin kala aha nagu yar maxaan ku yiraahdaa wax badan aan ugu waxaas nagu yaray ka xafiilta koodi kala jiidashada khilaafka khilaafaadkaasi bulshada u dhaxeeya marka dibuushisiinta bulshada marka meeshaas ugu hooseysa oo meesha bulshadu ay ku macaamileysa ah waa in uu ka jira qaab dhismeedka xukunka ee ka dhisan qayb kamid ah oo qaabil sida qaybtan caafimaadka waa qaybtan waa tacliinta qaybtan waa biya qaybtan waa cadaaladda qaybtan waa canshuuraha qaybtan waa amniga aan u leenahay qayb lamida oo structureka dawladnimada ku jirta oo dib u heshiisinta bulshada u xil saaran waa inay jirtaa qawaaniin iyo lawaaxi waxa kale hagaana waa inaan sameysanaa waxna waa nooga bilaabayeen sidaas daraadeed dib u heshiisinta bulshada marka waa wax socdo waa socoto meel kuma eka حدث أما إيفنتي ما أنت كود جولاي أود بالدقني وأنا دميسن عاوة وكلهوينينا أن لا نهي ما هاي وأرين جوكتا أو سعون يسو أو مرول بأوباهان إلي سيس عطو إسيس عطو إسيس عطو تاسو حالي رادا ديبوشي سيت بوشدا دق ماذا كان قبل كهلا هذا وهير قبل ديبوشي سين هود عضو ككان دولة قبلت كهلا هذا ديبوشي سين هود عضو مر ورب مجتمع إسلام دجن أي وح كده حيان وح هوس كده حيان إن أي دبوشيسيس بولشيد احتاله وعسواه ري بولشيس بولشيد مركا خلاف كحضر كده عاي كبلعت كده عاي يكن محجر وكده عاي يكن محاكر هذا دوبلي كده عاي يكن بولبرت كده عاي مدول با ظروف جاره ليه دت كاس وكده حد عاي دجان كاس دجن أيه نجار وياه dawladdu waxay awood u seenaysaa mas'uuliyadda kala duwan dadkaasi inay xalistaan mushaakiladkooda ayagu ay xalistaan saas daradid hawl socota oo mar walba socota oo joogta oo dad la yaqaano maxaan ku raadahay akhyaar leh oo maxaan ku raadahay gabdho iyo wiilal iyo odayaal iyo culimo iyo wax walba leh oo dibuushisiinta ka shaqeeya meel kasto mujtamaacina joogaan ee leedahay dibuushisiinta bulshada sidaas ay joogto ku tahay kuwii horena waa la dhayaa wax cusub ay imaanayaan dadka shaqeeya loo yeeray waa joogto waana la soconay waa dibuushisiinta bulshada waxaanu soo haray dibuushisiinta siyaasadda dibuushisiinta bulshada dib badan kuma qabno xeeranaan u leenahay dhaqanaan u leenahay si aan u wajahnaa naqaanaa hab nololeedkeenu qarniyaal soo jiraya yaa leh deegaan kasta xeerkiisa iyo nidaamkiisa uu leeyahay waana la aqbalsan yahay dood badan oo aad u waaweyn kama taagno بس دولتنا ما أوبان تايس أو ساعدة أو كيل كرواية نبض الديدة نقن كسد ديدة تلاذ الديدة دولت تتكك قبته أوبان جاي دولت دين ودولت داس دولت دجان كا أمام حواهير دولت قبلها أما هير دجماء واي أو كقبل نسدك تتك تن مركز دبوشيس تبرشدو كم وضع دحيس بورشيس دبوشدو واد دجان من سنتها waa degameysan tahay degan kastana shuuuntiisa gaarka asa yaqaan ki beerale ah ki xoolo dhaqata ki kalumeysata
كي محاكورا مجال جوجا استجا قرني تاس ماش مكان معه محاصرة دي بيشيزن سياسة ده سياسة دي والوكر التجي كحكو حالا نخلا نقضي قبائل يجفو يوم حالا كلا نقضي يعشائر ولا دولة مدي وسكان سنة أنا قلنا وسون مدي دولة أن وضلين هاي وضدادين إن أن لين هاي كويشين هشيسك نجبوري heshiis ki dowladnimada aan heshiisku ayna naga buray dowladdan waxaan u arayna baahal dadka cunayo oo dadka diiranayo waana dhacday oo waa waxa 30 sano aan ka kaban laanay reer hebel ma yeelina dowlad iyo maamul xumaaday iyo siyaasad dowladeed oo qalloocatay oo xumaatay ayaa yeeshay dowladdi kalsoonidii inaan inta soo cilana aan waxaan kala leen waa kala leena qol walba deegaankeedii joogta sida ayu soo maamushay iyo sida u dadaashay maamulkeedu ugu yaala ha u qurxoonaado ama wax ka dhinaadaana laakiin maxaa naga dhaxeeyay dowlad Soomaaliyeed oo jamhuuriyadda la yiraahdo naga dhaxeeyso oo caawo kale 62 sano ka hor aan qaadanno qabsano gacanta ku dhignay yaa naga dhaxeeyso xeerka degmada Balcad ka jira iyo xeerka degmada maxaa ku jira Gabeel ka jira يا متك محانك إلى ذا بوساس كجرة يا متك محانك إلى ذا جلب كجرة واكل دوين حر صومالي والكل لكن حر وحر بيرلي حر وحر حول دقته ظروفها أو حرك كجوابه يا أي أكل دوين حر كبيرلي إذا جلب دقن إسكو دقلاه حول دقته ذا عير دقن إسكو ما دقي كرتو أما عير بور دقن sidaas deegan kasta marka ay shuuuntooda u gaartay laakin dowlad xeerka dowladnimadu waa maxay ras gamponi ila ras asir ila law yadda wiilka iyo gabadha Soomaaliyeed ee joogo isku si uu u qabanaya waa degmi hebel malakan taasi waa degmi hebel male qaanuunka nambarkiisu intaas yahay xeerka saas isaasa ayaa qofkaani qabtay la leeyahay why maxaas loo leeyahay oo kiyoro dhulway kiyoro deegaan u ahay dad gaar ah degsi dad gaar ah iskale kanne magaca Soomaaliya lagu dejiyo Soomaaliya oo dhamo ka dhaxeya dowlada iskale dowladu sidaas ay ku tahay wax naga dhaxeeya hadii marka xeerarki aan ku qanci weynay oo qaarkeen inay dulmiyeen ay warkeen oo qaarkood lagu dilay oo qaar lagu dulmi xeerku waa maxay aniga oo muwaadin jamhuuriyadda Soomaaliya ah waxaan ogolaaday xeerkaas marka la macneedu waa maxay waxaan ogolahay xeerkaasi inuu xurriyadda iga qaadaan ogolahay inuu hanti iga qaadaan ogolahay inuu maxaan ku raahay day gaarto nafteeda qaadaan ogolahay waay marka aad ogolaado qaanuunka maxaan u yeelaya danteeda inaan amaanad ma aha inuu intaas iga qaaday bismaa markuu intaas iga qaaday maxuu igu bedelaya amaan aan ku helaya horumar aan ku helaya adeegan ku helaya cizzi iyo karaamo iyo sharaf aan ku helaya markaan arko waxaas wanaagsan oo dhan inaanan ku helin ee igu dilaya ee igu dulminaya laakin xeer iima noqonayo waa iska diidaya dadku markay iska diidaan qof ku qasbi kartana waa la ogaaday 26kii waxaan leeyahay 29kii December 1999 magaalada Muqdisho joognay waa maalintii fidnadu ay ka bilaabatay meeshan ilaa 26 January sanadka ku xigay maxaa dhacay dowladdu joogtay ciidan kuma yareen hub kuma yareen gantaalo hawada laga tuuro kuwa badda laga rido maraakiib saaran dayaarado maxaan ku raadayay dagaalamo oo hawada mara wax walba ayay dowladdaasi lahayd ciidan 100 kun kor u dhaafana waa lahayd 200 kun ku dhawaad waa cili waayeen dowladnimadii waa hay waayeen maxay u hay waayeen dadka Soomaaliyeed diiday dadka Soomaaliyeed markay wax diidan awood ka xoog badan ku qasbi kartaa ma jirto maxaa laga rabaa dadka inaan xukuno waxa ay raali ka yihiin oo ayagu ay ku heshiyeen ay doorteen oo yidhaahdaan kanan u hoggaansanayaa nala lagu xukumeeyay yaa lagu xukumi karaa
kaasa dadka lagu xukumaya kaasa dadka lagu heshiisiinaya dib u heshiisiinta siyaasadda marka maxaa u asala ayadana xaqee ka guntanta dib u heshiisiinta siyaasadda waxay ka guntantaa oo ugu weyn waa dastuurka waa heshiis bulsho social contract oo afka qalad ugu jira heshiiskaas bulsho waa dastuurkeena markaan dastuurka heshiis ku noqono macnaheedu waxa waa siyaasadda waa ka heshiinay wixii kaloo ka rakimaya dastuurkan dhammaystirayna ilaa hadda dastuurku waa ka heshiilaanahay waa dhammaystiri laanahay waa noo qabyo marna manaan qabinba noomaba uulin markii aan yeelaynay asigoo qabyo noo ah ayuu noo yaalaa marka arrinta maanta noo taagan waa taas meeshaasay wax nooga dhimayiin dadaalkeedaan gelaynaa wixii waxaas caqabad ku oo dhanna waa leexinaynaa ilaahay idinkiis awooddii aan ku leexin lahaynna waa leenahay waxaan rabaa marka dadka soomaaliyaha u diyaar garoobaana dastuurka inaan dhammaystirno dowladnimada inaan hoos u daadejino heer degaan iyo degmo gaarsiino walaalaha waqooyiga oo maanta siyaasiyan nooga maqanna inaan jirino wax kasta oo ay ku qancayaan oo daaweynayo oo aan dib ugu midoobi karno inaan dib ugu midowno dowladdaani islogankeeda waa kaas soomaaliya heshiisa meeshaasay ka bilaabataa meeshaasay ku dhammaataa dowlada heshiis la-aana markaas ka bacdi aan dowlada u jeesanaynaa marka hore waa inaan gacmo daahir ah wax daahira markaan annagu heshiis noqonaan dowlada heshiis la noqon karnaa mar kale dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 62 ilaahay idinkii sanad guurada 63 ee soo socota xaaladda dalku ugu yahay asoo ka fiican roobab noodda een beeruhu noo baxeen ilaahay idinkiis dowladnimadu noo sii hagaagtay oo ohayos noogu degtay ilaahay idinkiis amnigu meeshu maanta taagan yahay meel ka fiican uu marayo ayaan tegaynaa wax badan oon sii sheega ayaan qabay laakiin xaggaana la igaga dhegaya saacaddii dhammaatay laleeyahay mar kale iyo mar kale waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ku soo gabagabaynaa ummadda soomaaliyeed ee i dhegaysanaysa ama i daawanaysa meel kasta caalamka ka joogto dal iyo dibadda walaalaha soomaaliyeed ee abaaruhu ay hayaan aan u dhaga nuglaanno aan u jeeb dheeraanno aanan u gacan weynaanno aad iyo aadaa u maadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu